إذا أحترم وطني العراق لن أتحاور مع هؤلاء بالمرة، وأي حوار يعني حقيقة خيانة عظمى. ليس يعني أن ذلك رغبة من الجانب من المتكلم أو من الذهاب إلى المزيد من القتال، لا، ولكن أي منطق بسيط يرفض هكذا حوار. هذه الجهات خارج نطاق منطق العام وخارج نطاق الدولة، وبالتالي هي يا أما قوة في الداخل محتلة أتعامل معها كمحتل أجنبي، أو أن أعتمد أنها خارج نطاق السيطرة وخارج نطاق القانون. هي غير محتلة، غير محتلة باعتبار أن العراق غير محتل إلا من إدارة عراقية قائمة، إذن هي خارج نطاق الدولة. وبالتالي أنا أقول خياران لا ثالث لهما، يا أما ذب رمي سلاح هؤلاء، نزع هؤلاء سلاحهم ذاتيا، ومحاسبة القائمين بالأعمال العدوانية واللامنطقية، وأما اقتتالهم قتالا كاملا بغض النظر عن هذه الجهة وعن خلفيتها، ولو كان ابن أمي وأبوي. العراق والبلد أكبر من كل مسميات. أنا هنا أؤكد لست ضد عملية إخراج المحتل أو حتى إخراج الأمريكان، أنا ضد عملية أن يقوم أي عمل خارج نطاق الدولة وخارج نطاق المنطق. عمل هؤلاء مع إظهار ولاءاتهم إلى قوى خارجية مع نفورهم عن الدولة يؤكد أنهم ليسوا للعراق بشيء نهائيا. وبالتالي أنا هنا متواضع بسيط أقول وأنصح العملية السياسية والقائمين على الشأن الأمني العراق، علما أنني أرى أن القائم على الشأن الأمني في العراق هو أكثر إساءة من الذي يقتل العراق، حتى أكون دقيق في الموضوع، ولكن طالما هو الآن في مهمة إدارة الشأن الأمني العراقي أن لا يتحاور مع هؤلاء بالمرة. أي حوار يعني استسلام إلى القوى اللا قانونية والخارج على القانون، هذا بكل تواضع وبكل وضوح.